بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. الوزن أيها الإخوة المؤمنون والميزان وما اشتق منه حقيقة من الحقائق الإيمانية. ربنا تبارك وتعالى تولى وضعها للعالمين في كتابه الكريم، والوزن عملية دقيقة معقدة، الله عز وجل وضع أمرها وقوانينها في الكتاب الكريم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فهذا الإنسان لا تستقيم حياته إلا إذا استقامت بتطبيق شريعة الله وبملء حياته بميزان الإسلام، بميزان القرآن الكريم، بميزان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة كبيرة من الله تبارك وتعالى أن نعتقد بأن الحسن ما حسنته الشريعة، وأن القبيح ما قبحته الشريعة. هذا هو الميزان الذي تتجاوز به الأمة الإسلامية جميع الأمم، لأن أمر الميزان المعنوي وأمر الميزان المادي وأمر القيم وكل الأمور في حقيقة الأمر لا يكون ولا تكون لها قيمة إلا بالميزان. فرب العالمين وضع الموازين القسط في الموازين القسط في القرآن الكريم. فليس للإنسان إذا أراد أن تستقيم حياته إلا أن يرجع إلى الإسلام، والله تعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام. والميزان الذي يعرفه جميع الناس للمكاييل والموازين، الميزان يعني ميزان القيم، وخاصة يعني ميزان الله تعالى يوم القيامة، هذا الذي لا تنفلت منه الذرة. والله عز وجل دقيق في حسابه لجميع مخلوقاته تبارك وتعالى. بعد ذلك الآية الكريمة تقول: ألا تطغوا في الميزان. نهي صريح قوي من الله تبارك وتعالى، لأن مطلع السورة الرحمن، رحمة بالعالمين. الرحمن يأمر الناس بألا يطغوا في الميزان. والطغيان معروف في اللغة العربية وفي اللغة الشرعية هو كل ما تجاوز الحد. يقول أهل اللغة: طغى الماء في الوادي، يعني تجاوز الحد وتحول من النفع إلى الإضرار والضرر. فربنا عز وجل يأمر عباده المؤمنين ويأمر الناس جميعا بألا يطغوا في الميزان وألا يتجاوزوا الحدود، لأن عين الله تبارك وتعالى ترقب المخلوقات جميعا. أيها الإخوة المؤمنون، الطغيان في الميزان أنواع متعددة. سنقف لحظات في هذا الدرس عند الطغيان في باب العقيدة. ونحن نعلم أن أقوى صلة بيننا وبين المولى تبارك وتعالى أن نؤمن إيمانا راسخا أن الله خالقنا، وأن الله وحده لا شريك له، وأنه له الأسماء الحسنى، وأن نؤمن بكليات الإيمان: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى.
فمن آمن هكذا على هذا المسلك فلن يصدر منه إلا خير. لماذا؟ لأنه على يقين أن عين الله ترقبه، وعلى يقين أنه محاسب وأن الله تعالى سيجلي له يوم القيامة حسناته وسيئاته. المجرم يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فالمسلم الرباني الملتزم بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطغى في العقيدة، وإنما يكون إيمانه إيمانا راسخا ينعكس ذلك على جميع أقواله وعلى جميع حركاته وعلى جميع سكناته. لكن أيها الأحباب الكرام، عندما نتأمل حوالينا في أحوال الإنسانية عامة وفي أحوال المسلمين بصورة خاصة، نجد من الناس من وقعوا في الطغيان في شأن العقيدة. أما في الأوساط العالمية فإننا نستمع صباح مساء إلى مفكرين وماديين وفلاسفة يتجهون بأن هذه الحياة فلسفتها عبثية، وأنها أرحام تدفع وأرض تبلع ولا يهلكنا إلا الدهر. هذا فعلا طغيان في العقيدة مع الله تعالى الذي خلق هذا الإنسان وأنعم عليه بالعقل وأنعم عليه بنعمة الوجود، فتجده يسخر هذا العقل ليطغى به على من؟ على الذي خلقه، على الذي صوره، فلا يعترف بأنه صوره، وإنما يعتقد فيما يسميه الطبيعة، فيما يسميه الدهر، فيما يسمى بالكفر أو شرك المساواة، الذين يسوون بالله تبارك وتعالى مخلوقات أخرى يعبدونها من دون الله عز وجل. والإنسان المعاصر الكافر طغى في شأن العقيدة في أنه اعتبر أن عقله فوق كل شيء، ويقول لك: لا أقبل إلا بما جاء به هذا العقل. يا أخي يا إنسان، ما هو هذا العقل؟ وهو مخلوق من عند من؟ وهو عطاء من عند من؟ من عند الواحد الديان أو القوى الغيبية؟ أو عبر أنت بما شئت، لأن هذا العقل في لحظة ينفلت زمامه، يكفي أن يسيل الدم عافاكم الله زيادة في عرق من العروق، خلاص يصاب الإنسان بجلطة ويتحطم هذا العقل. يكفي لعصب من أعصاب هذا الدماغ أن يصيبه شيء من السوء، وإذا بهذا الإنسان يصير صريعا طريحا ويبقى بقية حياته على هذه الحال. فلذلك نحن ندعو هؤلاء الناس من خلال الإسلام رحمة بهم ورحمة بالعالمين بألا يطغوا بعقولهم فيعتقدون أنها كل شيء. وأيضا ندعو هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء المفكرون بأن يتأملوا في مخلوقات الله تعالى، وهم يعرفون ذلك بآلاتهم ووسائلهم العصرية التي صارت من الدقة بمكان تثبت لك بحق أن لكل مخلوق خالق هذا الكون وما فيه من أحوال وما فيه من تحولات وما نلاحظ من اكتشافات وغزو للأسرار الدقيقة الدقيقة في هذا الكون إلى العالم الفسيح إلى ملك الله تبارك وتعالى. ألا ينبئ كل ذلك بأن وراء هذا النظام وهذه المجرات التي تتصادم
ألا يتجه عقل الإنسان بأنها لها جميعا كل هذه المخلوقات بدون شك لا يمكن أن تكون نفسها بنفسها، وإنما وراءها من خلقها ومن سواها ومن صورها. هذا لدى المفكرين عامة، وكثير من أبنائنا في عالمنا الإسلامي يتأثرون بهذه التيارات الفلسفية وبهذه الأفكار، ويرون أنها أفضل للمجتمعات الإسلامية، وهذا أيضا ضرب من الطغيان في العقيدة. وإن قابلنا جدلا طغيان العقيدة عند هؤلاء الناس الذين لم يعرفوا الإسلام، فإننا لا نقبل ذلك لدى أبنائنا الذين يقرؤون العربية ويعرفون القرآن الكريم، ونشأوا بين أظهرنا وعلموا من مدارسهم ومن جامعاتهم خيرا كثيرا، بأن يتجهوا في هذا الاتجاه تلبية لأمر الله تعالى وهم يعرفونه: ألا تطغوا في الميزان، فيا من لا إله إلا أنت اجعلنا من عبادك المعتدلين، وأبعد عنا كل طغيان، وأصلح مجتمعاتنا الإسلامية، وأصلح المجتمعات الإنسانية حتى يشع نور العقيدة على العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.